خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وأزاح دكتور مصطفى مدبولي الستار عن أعمال مشروع ترميم برج المأخذ بسور مجرى العيون، وده بعد افتتاح أعمال ترميم حصن بابليون التاريخي. لمن لا يعلم برج المأخذ هو البرج اللي كان بيأخذ المياه من نهر النيل حتى يعني إيه تصعد إلى هذا السور اللي بيصعد بدوره إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي. علشان كده احنا بنقول ان القاهرة التاريخية يعني ليها مشروع ضخم كبير عشان تعود لرونقها مرة تانية كأكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية والقبطية، وبيحصل فيها عدد كبير جدا من المشاريع علشان يتم تطويرها. خلينا نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع، تطوير وترميم برج المأخذ، وأيضا ما يحدث في حصن بابليون. معنا وبصحبتنا الدكتور عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للأثار. أهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير على السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك طيب يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني كلمنا الأول عن ترميم برج المأخذ، إحنا عملنا فيه إيه، والدكتور مصطفى مدبولي لما افتتحه شاف فيه إيه تحديدا؟ بداية أنا بتكلم بقول إن لا شك إن الآثار بتمثل قوة مصر الناعمة حول العالم، وشرفت منطقة مصر القديمة والوسطى أو منطقة القاهرة التاريخية بزيارة دولة رئيس الوزراء لافتتاح ثلاث معالم أثرية هامة. كان أولها سور مجرى العيون أو برج مأخذ سور مجرى العيون، والمعبد اليهودي، وحصن بابليون. طبعا حضراتكم والساده المشاهدين عارفين ان المعبد اليهودي ده من اقدم المعابد اليهوديه الموجوده عندنا في مصر. ايوه. وبيمثل قيمه تاريخيه واثريه للمصريين بشكل عام. ايضا المعبد اليهودي من الاثار اللي كانت ليها الفضل في انها توثق حاله أو أوضاع معيشة اليهود في مصر في فترة من فترات. أيوه. وعندنا بعدها بجوارها طبعًا حصن بابليون. أما عن عروس اليوم اللي هو برج المأخذ لسور مجرى العيون، الكل يعلم إن سور مجرى العيون أو برج مأخذ مجرى العيون كانت مهمته الرئيسية توصيل المياه إلى القلعة. أعمال الترميم والأعمال اللي تمت في برج مأخذ سور مجرى العيون دي تمت بايادي المغمدين والعاملين بالمجلس الاعلى للاثار، وليهم كل التحيه وكل الشكر. بدايه تحيه ايضا لمعالي الوزير والامين العام للمجلس الاعلى للاثار دكتور مصطفى وزيري، اللي ما بيدخلش على اي مشروع من المشاريع الاثريه في مصر بشكل عام. اعمال الترميم اللي تمت في برج المأخذ تمت في الواجهات الحجريه الموجوده المطله على الكورنيش كلها. كان فيها كم اتساخات رهيب جدا، وكم اقول سيادتك كم سناك من مخلفات العوادم السيارات اللي طبعا بتحيط بالمنطقه. انا حضرتك عارف طبعا ان منطقه القصر العيني وكورنيش النيل على مدار 24 ساعه طبعا وجود السيارات، كل ده اثر بالسلب على الواجهه الحجريه الرئيسيه اللي فيها الجزء الاساسي او الجزء الخاص ب قنصوة الغوري منشئ هذا المكان. بعد الواجهه الحجريه بنشوف حضرتك الجزء العلوي من البرج المأخذ، في عندنا السوائل اللي كانت موجود منها ثلاث سوائل من السته، وعيد طبعا ترميمهم بشكل كامل على الطرق علميه حديثه. السياج الخشبي اللي كان تم سرقته في فتره من فترات بعد احداث يناير تم اعاده تركيبه مره ثانيه واستكماله. الجزء الحجري اللي موجود ايضا في الحوض الرئيسي اللي هو كان بيمثل نقله للمياه من الحوض الرئيسي للمجرى الواصل للقلعه اللي هو مسافته حوالي 3 كيلومتر، لان انا طبعا صور مجرى الامين عندي بيمثل او مساحته 3 كيلومتر تقريبا، اكبر مجرى مائي يعتبر موجود على مستوى العالم. يعني انا في عندي مجرين شابين، واحد في اسبانيا ده بالظبط حوالي 927 متر، وواحد في تركيا 725 متر. أنا عندي في مصر 3 كيلو متر. فطبعاً بيمثل حاجة كبيرة جداً للمجرى المائي الموجود حول العالم. طيب يا فندم، يعني حضرتك بتتكلم عن مجهود كبير جداً الحقيقة، خد وقت قد إيه مننا؟ عمليات الترميم دي إن كان للمأخذ وحصن أو حصن بابليون خدت وقت قد إيه؟ وهل كان في مفاجآت أو اكتشافات غير متوقعة؟
الاعمال استقرت حوالي 3 سنوات، يعني احنا بدانا في بدايه اغسطس 2019 برضو بعد توجيهات القياده السياسيه اللي ليها كل الشكر من خلال دعمها لوزاره السياحه والاثار والحفاظ على الاثار بشكل عام. طبعا المجهود الغير عادي اللي قام به المغممين والعاملين مجلس الاثار كان مجهود غير عادي، خصوصا في اوقات الذروه من فصل الصيف، سواء كان في شهور الصيف طبعا حضرتك عارفه ان المكان مكشوف، فكان عبء كبير جدا على العاملين خصوصا مع الارتفاع الشاهق لمنطقه برج المأخذ. اول مره طبعا هنشوف ان من خلال الزياره اللي هتتم ان شاء الله الفتره اللي جايه، اول مره هيتم فتح البير السفلي اللي موجود عندي في برج المأخذ، هيدخلوا الزوار وهيشوفوا الممرات الرئيسيه اللي كانت موجوده وكان بيستخدمها وتستخدمها الحمله الفرنسيه لمكانها، وكانت معتبراها دي مخزن للسلاح ومكان بتتحصن به الحمله الفرنسيه فتره فترات. فده من ضمن الحاجات الجديده اللي هيشوفها الزائر. وطبعا في اماكن ثانيه، في عندي منطقه معبد اليهودي هيشوف المكان بتاع التعبد اللي كان في ناس برضه ما دخلتوش كتير جدا. حصن بابليون اول مره هنشوف بوابه عمرو بن العاص، يعني ما فيش حد طبعا كان دخل قبل كده الجزء اللي دخل منه عمرو بن العاص مصر وفتح مصر، وكانت بدايه الفتح الاسلامي لمصر. ان شاء الله هنتطرق ليها ونشوفها كلنا باذن الله في من خلال الزيارات المقبله باذن الله ان شاء الله. ايوه، طيب فيما يتعلق بحصن بابليون تحديدا، وده يعني كان على حدود القاهره قديما وكان بيعتبر يعني في الصحراء وقتها، احنا يعني هنعيد التذكير بهذه المنطقة ازاي؟ هنوثق هذا العمل ازاي؟ وصلنا لايه تحديدا يا فندم؟ اول حاجة سيادتك بتتكلم عن منطقة مهمة جدا للتاريخ المصري. المنطقة دي هي مجمع الأديان اللي هي في 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 مسافة كيلومتر تقريبا بتشوف التسامح الديني اللي كان موجود في مصر بالظبط في عادة استغلالها. هنشوف عندي بالامس القريب كان افتتاح لجامع عمرو بن العاص في ابريل 2023، بشوف الكنيسه المعلقه اللي مبنيه على احد ابراج حصن بابليون، بشوف معبد اليهودي. كل ده هيكون بانوراما كبيره جدا وهتستغله الدوله المصريه في اعاده الروح مره ثانيه الى تلك المنطقه، خصوصا بعد ما يتم ان شاء الله باذن الله فتح اول عاصمه اسلاميه في مصر، مدينة الفسطاط، اللي العمل فيها بيتم على قدر الوساط، وهنشوف بإذن الله بانوراما كبيرة جدا للمنطقة دي في غضون أشهر قليلة إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. طيب بعد المأخذ وحصن بابليون، إيه المقترح يا فندم إنه يتم ترميمه في الفترة اللي جاية؟ المقترح إن طبعا القاهرة التاريخية ليها مكانة كبيرة جدا، إن شاء الله جزء كبير من القاهرة التاريخية هيتم ترميمه، سواء كان في منطقة مصر القديمة أو في منطقة باب الوزير أو في منطقة الحطابة، كل ده بيتم العمل فيه بشكل جامد جدا. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إحنا النهاردة، يمكن مش عايز أحرق الخبر، إن إحنا موجودين في أقصى جنوب مصر. هاخدكم جولة سريعة كده، إن هيتم إن شاء الله. لسه هستأذن حضرتك تحرق الخبر. إن شاء الله بإذن الله عندنا اثرين بيعودوا الى الدوله القبطيه، عندي جامع هيتم افتتاحه النهارده ان شاء الله، يبقى عندي اثرين قبطيين، وعندي جامع النهارده هيتم افتتاحهم ان شاء الله في اقصى جنوب مصر. انا بكلم سيادتك دلوقتي وانا في اقصى جنوب مصر، فان شاء الله باذن الله في طفره غير عاديه للاثار المصريه بشكل عام، وانا بشكر القياده السياسيه طبعا على الدعم الكامل لوزاره السياحه والاثار. كنت عايز اكلم حضرتك عن مشروع تطوير القاهره الاسلاميه، ازاي هيتكامل مع ما تقوموا به انتم في المجلس الاعلى للاثار من ترميم؟ يعني اعتقد ما نقدرش نفصل ده عن ده ابدا، يعني الدنيا زي ما بيقولوا ما كانتش واضحه، ايه اللي هيبقى واضح بعد كده؟ اللي هيبقى واضح يعني بشكل عام ان في اجزاء كبيره من القاهره التاريخيه تقدر توصلها في غضون او قرض اوقات بسيطه جدا، من خلال طبعا ربط منطقه مجمع الاديان ومنطقه الامام الشافعي بمنطقه السيد عائشه بمنطقه القاهره الفاطميه ومنطقه المعز. فده كله ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه هيكون في تشابه غير عادي، بحيث ان الزائر يقدر يزور اكبر كم من الاثار
اللي موجوده فيها القاهره التاريخيه وفيها القاهره بشكل عام. طب وحاله التكامل اللي ما بين سور مجرى العيون وتطوير العشوائيات اللي تم من خلفها، نقدر نقول ان برضه دول ما ينفصلوش عن بعض؟ لا ده حدث ولا حرج، يعني حدث ولا حرج. يمكن انا بتكلم في حضرتك، ويمكن من حسن الحظ ان انا كنت من احد القاطنين في منطقه او مواليد منطقه مصر القديمه ومنطقه مجرى العيون. التطور اللي حصل تطور غير عادي. طبعا ازاله العشوائيات اللي كانت موجوده حوالين سور مجرى العيون والمنطقه المحيطه طبعا بتمثل طفره حضريه كبيره جدا. المنطقه الصناعيه اللي كانت دي بتؤثر بالسلب على منطقه سور مجرى العيون وعلى الاثار الموجوده بشكل عام في منطقه مصر القديمه. الحمد لله تم نقلها الى منطقه الاسمرات. تم تسكين مجموعه كبيره جدا من الاهالي في تلك المنطقه. اعيد استخدام الجزء ده من العشوائيات بشكل حضاري كبير جدا، والحمد لله. يمكن حضراتكم لو نزلتوا على ارض الواقع هتشوفوا طفره حضاريه غير عاديه في تلك المنطقه. بكل تاكيد يا فندم، طبعا احنا بنحيي حضرتك الحقيقه وبنشكرك على كل هذه التفاصيل. طبعا السيد عاطف الدباح مدير المكتب الفني الامين العام للمجلس الاعلى للاثار، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.